رفض الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي مواجهة منتخب اليمن الأولمبي التي كانت مقرر لها 5 مساء اليوم الخميس، وفضل إجراء التدريبات بشكل عادي استعدادا للموسم الجديد، حيث تفاجأ الجهاز الفني الإسماعيلي بمشاركة منتخب اليمن بالفريق الأولمبي على الرغم من الاتفاق على مواجهة المنتخب الأول، إلا أنهم جاءوا بالفريق الأولمبي ليرفض إيهاب جلال خوض المباراة. وعلى جانب آخر، رفض الفلسطيني خالد النبريسي مهاجم الإسماعيلي السابق واتحاد خان يونس الحالي فكرة العودة للدراويش من جديد، مؤكدا أنه يشعر بالارتياح مع فريقه الجديد وأخطر وكيل أعماله بذلك حتى يخطر مسؤول القلعة الصفراء بإغلاق ملف العودة وتسديد مستحقاته المالية المتأخرة. وكان علي أبو جريش رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي قد وجه الدعوة للمهاجم الفلسطيني خالد النبريسي للعودة للانتظام في فترة الإعداد للموسم المقبل وفتح صفحة جديدة بيضاء والتنازل عن شكواه للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي الإسماعيلي. وترك الفلسطيني خالد النبريسي مهاجم الإسماعيلي النادي الأصفر الموسم الماضي بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا التي قضت له بحكم أولي بمبلغ قدره 522 ألف دولار.